مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هي بناء على طلب كتير من مشاهدينا الكرام. خلينا كده نقول النهاردة هنبدأ بوصفة لكبد الفراخ جميلة جدا، في ناس بتحبها كتير. هنعمل المزاليكا، وهي يعني إضافة القوانص فيها أنا ما بفضلهاش قوي، لكن اللي حابب براحته. ليها تسوية شوية، بتاخد تسوية عن الكبد نفسها وعن القلوب، لكن أنا النهاردة هشتغل بالكبد والقلوب فقط لا غير. طيب، عندي كبد وعندي توم مفروم وعندي فلفل حار. القلوب والكلاوي دي اختياري، أنا عندي قلوب بس مع الكبد. عندي فلفل حار وعندي كمان بقدونس مفروم وعندي طماطم مبشورة وعندي كمان عصير ليمون وعندي معلقة كبيرة من الخل. كده دي مقاديرنا. طيب هنبدأ بقى نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. ناخد كده البس الجلافز. طبعا انا هوري حضراتكم بس برضو ايه طريقة كده انا بفتح بيها القلوب عشان تبقى يعني نظيفة، واتأكد ان من جواها برضو نظيف. طبعا الكبد دي لازم تتغسل كويس قوي، يعني بالملح بالدقيق بالعصير الليمون مع المية، وده مهم قوي عن الخل. الخل بيزود الزفارة، يبينها، يظهرها. فخلينا نشوف كده مع بعض. انا هطلع كده الكاتنج بورد هوريكم حاجة، وهنضف عند المية هناك بسكينة كده صغيرة. بصوا القلب بيجي كده، انا الحقيقة ما بسيبوش كده، انا بقطع كده هنا وبفتح كده القلب. بصوا بيبقى فيه جوه برضو بواقي من الدم. شوفوا لازم اعمل كده، الحركة دي مهمة جدا علشان ننظف. بصوا ويتشطف، لازم يتفتح بالشكل حضراتكم شايفينه ده. نشيل دي دهون بتبقى يعني ساعات هي مش محببة ان احنا نحتفظ بيها، بس اهو بصوا شايفين مهم قوي يتشال ازاي، يتقطع علشان يبقى نظيف جدا. شايفين الدم بيبقى فين اهو، مهم قوي ان احنا نتلاشى الموضوع ده جدا. عشان هعمل بقى القلوب كده مع بعض مع حضراتكم عشان نبقى ضمننا انها نظيفه. طبعا الملح الاول وبعدين معلقه دقيق، بتتغسل كذا مره علشان تبقى الدنيا جميله. وبعدين بعصر عصير ليمون وبسيبها فيه شويه، مهم قوي عصير الليمون ده عشان يطهر ويعقم وما يخليش ليها ريحه. انا بصراحه بشتغلها على طول، في ناس ساعات تحب انها تنزلها في ميه بتغلي فيها عصره ليمون وتطلعها يعني بلانشيه كده بسرعه وبعدين تروح مطلعها. انا مش مع ده قوي، يعني هي مش هتحتاج القصه دي كلها، احنا هنعملها على طول. وانا بسخن هنا البان، خليني بصوا شايفين الدم بيبقى فين جوه القلب، عشان كده انا ما بحبش دايما ان انا اسيبه، لازم افتحه، لازم افتحه. بصوا كده اهو، ناخد الجزء اللي بره كده ونفتح هنا القلب بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي مغسوله كويس قوي، بس احنا بننقي القلوب، حبيت اعملها مع حضراتكم عشان تطلع مظبوطه. اهي نشيل بقى الزيادات دي وهنشطفهم كلهم دلوقتي في بوله وهنجيبهم نستعملهم، هحط عليهم عصير ليمون قدام حضراتكم هنقعها فيه قبل ما اخدها على التسويه. ودي مهمه جدا، الكبد الفراخ بالذات مهم جدا تنظيفها وتعقيمها صح. كمان الرخامه لازم يبقى في مكان بقطع عليه علشان يبقى انا، بصوا شايفين كميه ال شايفين، لازم تتشال، ما ينفعش اسيبه بصراحه. انا ما اعرفش يعني، هو في ناس طبعا بتسيبها، بس انا بصراحه مش مع الفكره دي خالص، احنا لازم نفتحها. طيب عايزه بس اقول ان المكان اللي بنعمل فيه الكبد عند في المطبخ لازم هو كمان يتعقم بالخل بالعصير الليمون علشان يبقى متطهر ومتعقم كويس، ده مهم جدا. اهو اخر قلب، وتعالوا بقى هاخد الكميه دول في بوله، هقلع بس الجلافز هنا، هاخد بوله نظيفه كده هنزل فيها القلوب دي كده، هشطفهم شطفة سريعة كده، لازم يتنضفوا كويس جدا
انا بس حبيت اوري لحضراتكم ان بصوا القلب حتى المقفول اللي احنا شايفينه ما فيهوش اي مشكله، لا هو بيبقى فيه متبقي فيه من الدم بتاع الفراخ مكان الذبح لان ده قلب الفرخه. طيب كده تعالوا بقى بصوا ايه ده، غسلوا بقى نضاف ازاي، القلب مفتوح جميل ونضيف ازاي من جوه. نغير بقى الجلافز وبسخن هنا طاسه، مهم جدا اسخنها قوي عشان انا مش عايزه لما انزل بعد كده الفراخ تعمل صوص او ميه كتير، عايزه اخليها تنشف معايا بسرعه. فانا بسخن هنا شويه حلوين واحط كده نقطتين من الزيت. بسم الله بسم الله، وهحط هشطف دول كمان شطفه اخيره، مشطوفين ونضاف بس برضو الشطف ده مهم جدا، نقع في عصير الليمون ده مهم جدا، كل شويه لحد ما الميه دي تلاقوها رايقه بقت ميه بيضه تماما اهو. وهنا عصير الليمون مهم جدا عشان ده اكتر من مره اتغسلت بعصير الليمون كمان. طيب يلا بينا بقى نبدا ايه سخنت شويه، حط فصين من المستكه الاول علشان تدي تيست والزفاره دي تختفي تماما. بسم الله بصوا حطهم في الماده الدهنيه كده خلاص، يطلع حوالي 4-5 صغيرين او 2-3 كبار زي ما حضراتكم تحبوا. هدوبهم الاول هنا وبعدين هبدا انزل، شايفين الصوت ده مهم، اهم حاجه ده. وهكذا في الكبد، علشان ابقى تمام اهو في قلب واحد. خليني افتحه ونحطه تمام. ايوه اهو، وهنبدا بقى هنسيبها كده. خليني بقى ابدا اعمل ايه، عندي هنا الثوم وعندي معلقه من الهريسه، رشه بسيطه من الحبهان، كل ده لما الميه بتاعتها تبقى نظيفه وفيها عصير ليمون وهي اتغسلت كويس واتفتحت واتنضفت واتحط لها كده ما تقلقوش منها ابدا. اللي عايز يحط بهارات يحط، اللي عايز يحط رشه من القرفه بتدي تيست خفيف مع بهارات الدجاج بتبقى طعمها حلو. وهنبدا كمان ننزل بقى الثوم، بس انا عايزه اسخن هنا شويه. بسم الله ده هسخن هنا، هسخنها قوي دي، هضيف فيها الخضروات والثوم وبعدين هنزل الكبده فيها، بس تاخد كده تشميعه هنا مع المستكه والناحيه الثانيه هبدا ريحتها هنا حلوه ومقبوله. بصوا بقى هسخن العين دي كويس جدا جدا اهي، وخلينا نحط شويه، هو هنا الثوم عندي فيه نسبه زيت فانا مش هحط زيت، هحط نسبه الثوم دي بالزيت بتاعتها على طول. طبعا لما بحب اسيب الثوم شويه لو انا هشتغل فيه بحط له شويه زيت زي ما حضراتكم شايفين عشان احافظ عليه فقط لا غير. طيب هناخد بقى كده معلقه هنا، وتعالوا بقى ايه شوية التوم الحلوين دول، أنا مش بحط بصل خالص، هي مش محتاجة بصل، لو طعمها روعة بالتوم، والتوم أهو في كمية الزيت اللي اتفقنا عليها. هنا هنشوحه كده تشويحة حلوة، عندي شوية فلفل زي ما حضراتكم شايفينه كده الأخضر، أنا هصفي كل ده وهاخدها من غير.
هي نفس فكرة ان انا انزلها في مية بتغلي فيها عصير ليمون. هي طبعا غرقانة في الليمون في المية المنقوعة في الليمون، وبعدين غيرت المية تاني مع حضراتكم دلوقتي، فالدنيا بقت زي ما حضراتكم شايفين. عايزة بس اسخن حلو قوي. انتوا سامعيني حبايبي او انا سامعاكم؟ طيب كده ملح والفلفل هنا كده، وتقليبه كده يسخن بس الخليط اللي هناك. الفصين المستكة دول مهمين قوي جدا على فكرة، وانا سبتها نزلتها في عصير الليمون وخدتها من عصير الليمون نزلتها، ولسه هضيف ليمون تاني بس في الاخر، مش هحط دلوقتي خالص. خلينا بس نسخن هنا عشان العين ما بتبقاش سخنه قوي، بتاخد معانا وقت شويه. هنا الثوم، شرايح الفلفل، وطبعا هاخد كمان الهريسه دي يعني اختياري، اللي مش حابب الفلفل ده مش حار، هاخد معلقه صلصه. مش عايزه اضيف كتير، وعندي معلقه من الهريسه تدي تيست حلو قوي معاها. كمان بتتعمل ساعات طاجن وتدخل الفرن تتسبك كده مع بعضها، بتبقى حلوه جدا الحقيقه، بتدي طعم حلو قوي. بصوا بقى النار بدات تسخن، ايوه كده، شويه بقى الهريسه دول مع معلقه الصلصه مع الفلفل والثوم، هاخد كمان رشه كده بسيطه من الملح والفلفل. هنا نقلب كده، خليني بقى اخد الكبدة كده بقى، مفيش ريحة زفارة نهائي ولا شوية المستكة اللي شوحناها فيهم دول ونزلناها بعد ما اتغسلت كويس واتعملت بالعصير الليمون وفتحنا القلوب زي ما حضراتكم شايفينها كده. هتنزل بقى في الصوص ده، ودي خلاص مش هحتاجها، خدت كل الحاجات اللي نزلت منها. شايفين القلب بقى بعد ما اتفتح بيبقى نظيف ازاي، بس خلاص نقلب بقى تقليبة كده حلوة، ونضيف شوية من صوص الطماطم كده، معلقتين صغيرين بس انا مش عايزة كتير. هناخد بقى شوية من عصير الليمون حقيقي بقى، يدي بقى مزازه وطعم حلو قوي للكبد دي، وهنرش رشه بسيطه من جوزة الطيب اختياري بس. اهو هنقلب، سيبوها بس تغلي غلوتين خلاص. دي بقى عايزه اقول لكم بتتقدم سخنه بتبقى جميله، بتتقدم ساقعه بتبقى جميله. في ناس بتقدمها زي الكبده بتاعه اللحمه بتبقى ساقعه زي كده، ايه مقبلات بتبقى حلوه جدا. فما بتبرد كمان كبد الفراخ بالطريقه دي بتبقى ليها كده طعم جميل قوي لاي وقت حد عايز اي ساندوتش ولا حاجه. فبصراحه هي جميله، انا عارفه ان في ناس كتير قوي يمكن ما تبقاش حابة تعملها كتير، وفي ناس بتحبها ويعني خلينا نشوف كده ايه الطريقة دي نجربها، ولو حابين تحطوها في طاجن تدخلوها الفرن شوية 10 دقايق ربع ساعة هتبقى أحلى وأحلى. هنستسمح حضراتكم بقى عقبال ما تاخد وتدي كده الكبد مع بعض، هنطلع فاصل ونرجع بعد الاستراحة إن شاء الله نستكمل باقي وصفاتنا، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا كده بقى بدأت تاخد وتدي مع بعض، تتصلصل زي ما بيقولوا. عايزينها ما تبقاش فيها صوص الأحمر، ما تحطوش الصلصة،
مفيش مشكله، هتبقى حلوه وطعمها يجنن وهتتصلصل وهتبقى جميله جدا برده. فاتحه براحتكم، بس طبعا هي بتدي كده نوع من ايه، من انواع التيست الحلو. بصوا بقت جميله ازاي. انا بس قلت لحضراتكم انه الكبد دي مهم غسلها قوي، هي يمكن متعبه، عشان كده لما حضراتكم تجيبوا كميه جيبوها وشيلوا بقى الخيط، بيبقى فيه خيط في الكبد بس انا كنت شلته، خيط كده بيبقى فيه شريط دم كده، لازم نفتحها بالراحه وننضفه تحت الحنفيه الميه الاول واحده واحده، نقطع القلب ونعمله زي ما عملت، وبعدين يتحط في بوله ثانيه بعد ما بجمعهم ميه كتير نظيفه، وبعدين عليها عصير الليمون علشان نبدا ونسيبها شويه، وبعدين نرجع نشطفها تاني لحد ما تلاقوا الميه بقت رايقه والكبدايه بقت يعني نظيفه قوي. فتح القلب ده مهم جدا لانه بيبقى جواه زي ما حضراتكم شفتوا، بيفرق بصراحه انا عن نفسي، عشان كده ما بعرفش اكلها بره لان ما ببقاش عارفه هي اتغسلت ازاي الحقيقه يعني. والتوابل كمان بتداري على حاجات كتير فالواحد بقى بيخاف. طيب انا عايزه اقول ان الكبده دي ليها فوائد كتير برضو، يعني هي بتبني خلايا الجسم، كبد الفراخ دي، وبتبني خلايا الدم الحمراء، بتقوي النظر، بتحسن من وظائف المخ، بتساعد كمان في فقدان الوزن، بتقوي العظام، بتقوي الاسنان، بتحمي الغده الدرقيه. النهارده احنا كمان معانا موضوع جميل في حلقتنا عن الغده، وناس كتير من اصدقائنا سالوا اسئله كتير، ان شاء الله في الفقره الطبيه بتاعتنا هنجاوب عليها باذن الله، خاصه بالغده ومشاكل الغده الدرقيه كلها. حاضر من عينينا. عايزه اقول لكم ان هي مليانه برضو بنسبه حديد كويسه جدا عشان الناس اللي عندهم انيميا. وكبد الفراخ جميله، يعني في ناس تحبها مسلوقه تطلع كده من الشوربه بالمنكهات الحلوه اللي بنحطها عليها، رشه بس فلفل وملح كده وياكلوها بتبقى جميله. وعايزين تعملوها كده وممكن تتحط في طاجن وتدخل الفرن ني في ني، هتتصلصل وهتبقى تجن، تلاقوا ريحتها جايبه اخر الدنيا. دي طريقه بسيطه ومش شرط تبقى حاره، احنا بس بنقول للناس اللي حابه يبقى فيه نسبة حرارة. القلوب دي كمان مفيدة لأنها برضو بتساعد على الرؤية وبتحسن من الشعر جدا والجلد وبتنظم ضغط الدم، فيها كمان كمية مضادات أكسدة كويسة جدا للقلب وبتقوي المناعة. دي القلب يعني كل حاجة سبحان الله ليها حاجة. تعالوا بقى كده نشوف معلقة، بس عايزه اقول لكم هو مش محببين لمرضى النقرس والحوامل الأوانس والقلوب الكبد والحاجات دي في الوقت، يعني كبده دي نسبه حديد اللي هي الكبد العجول او البقر او الحاجات دي، مش بقى الدجاج. بصوا كده الله، بدات بصوا بقى الحله تحت بدات تاخد الصوص ازاي. انا بقى بحب اسيب فيها شويه صوص بسيط زي ده، زي اللي حضراتكم شايفينه ده، ليه؟ عشان لو هشيلها في الثلاجه وتسقع تبقى جوسي شويه، ما تبقاش ناشفه. لما حضراتكم تيجي تحطوها في الساندوتش تحسوا كده انها ايه، بتشرق. لا احنا مش عايزين كده. طيب هاخد بقى انا الطبق ده، البس بس الجلافز وهنبدا بقى نغرف ونعمل ايه، نعمل طبق تاني من الحاجات المحببه. هو الجلافز ده كبير عليا شويه، مش عارفه ما بعرفش، ايدي محتاجه يا تكبر شويه يا اما هم يشوفوا لنا مقاس صغير على قد. طيب هنقلب كده تقليبه، بصوا تعالوا بقى نغرف القمر دي، الله حلوه حلاوه، بسم الله. دي بقى ممكن مع شويه رز ابيض، ساندوتشات زي ما حضراتكم تحبوا، اللي يريح حضراتكم، الطريقه اللي تحبوا تاكلوها بيها. الفوائد المستكه بقى عايزه اقول لكم، عشان احنا ما اتكلمناش عنها كتير، عايزه اقول لكم ان هي بتحسن جدا صحه الفم والاسنان والقلب والشرايين، وبتحمي من الكانسر، وبتحسن صحه الكبد جدا. وعايزه اقول لكم انها بتقلل من الالتهابات الناتجه عن البكتيريا. المستكه ليها فوائد كتير حلوه، بتضفي طعم ونكهه كده جميله، والشجر اللي بيطرح المستكه ده ليه 3 طرحات في السنه. بتلاقوا ايه، عايزه اقول لكم الناس اللي عندها التهاب في اللثه وتقرقشها كده بتعالج الالتهاب، تخيلوا يعني في حاجات كده ايه الواحد بيعرفها بعد ما بيبدا خلاص بقى يعني يذاكر ويتعلم ويسال، ولما بنروح لدكاتره كمان نفهم منهم حاجات معينه، دي بتبقى حاجه مهمه قوي. الواحد فعلا في اطلق كلمه العلم نور، دي كلمه يعني هي هما كلمتين بس ليهم معنى كبير جدا حقيقي. العلم نور، التعليم ده حاجه مهمه جدا. بصوا عايزه اقول لكم كمان المستكه دي في ناس بتطحنها وبتحطها للبشره في ماسكات عشان تعالج بيها حب الشباب،
عايزه اقول لكم جميله جدا. بصوا بقى، في ثلاث طرحات للشجره دي بتاعه المستكه، بيبقى من ضمنهم المستكه الشفافه، بيبقى في اول طرحه ليها بتبقى الشفافه، بيبقى في طرحه ثانيه بتبقى عامله زي البنات الدكر الغامقه شويه، كلهم كويسين جدا. بس انا بقول لحضراتكم عشان ساعات الناس اللي بتشتري دي تقول دي مش اصلي ودي اصلي، هم كلهم بيبقوا مستكه، بس هي على حسب طرحه الشجر او الكميه اللي موجوده عند المكان اللي بنشتري منه. تعالوا بقى نشيل كده الايه، كبد الفراخ الجميلة دي أو المزاليكا اللي احنا عملناها بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها، طريقة تنظيفها سهلة وبسيطة. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ ننزل مقادير، وصفة لطيفة يمكن احنا ما بنستخدمهاش كتير، لكن الفريك ده من الحاجات الرائعة. زمان وفي الأرياف وفي الأماكن اللي بنروح نزور فيها أهالينا في البلاد، تلاقي دايما الفريك ده من الحاجات الأساسية جدا لازم يتعمل، وبيبقى جميل ومفلفل لما كنا بناكله، ويبقى طاجن أو يتفلفل في الحل. احنا النهارده هنعمله كده مفلفل، وهنضيف له شوية خضار يديله شوية طعم، وناكله كده بطريقة لطيفة زي ما بنحاول ناكل الرز بتاعنا البرياني والحاجات الحلوة دي. فاسمحوا لنا ننزل المقادير بتاعتنا وبعدين نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طبعا عندي للفريك لازم هنجيب مثلا نص كيلو من الفريك او 3 كوبايات فريك زي ما هو عند حضراتكم ومناسب ليكوا عدد افراد الاسرة. عندي كمان كوباية ونص من الخضار المشكل، ودي برضو ترجع لحضراتكم زي ما انتم عايزين. عندي كوبايتين من الطماطم المبشورة، وعندي بصل، هو بيحتاج بصل كمية بصل حلوة يعني عشان الفريك يبقى متشوح وجميل. عندي كمان زيت، ممكن نضيف مع الزيت ده زبدة، ممكن نديله تطعيمة معلقة صغيرة من السمنة البلدي لو انتوا حابين. وعندي طبعا القرفة، وعندي جوز الطيب اختياري وملح وفلفل. اللي عايز يعني ايه ياكل بقى شوية فريك مفلفل كده على أصوله، طبعا ليه طريقة هنتكلم عنها دلوقتي. بسم الله. بصوا أنا هسخن هنا ومعانا مدام سوريا من استراليا. اهلا وسهلا حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ حضرتك وحشتيني قوي. حضرتك وحشتيني بجد. اكتر بجد، ومش عارفه اشكرك ازاي على الاكله الجميله اللي عملتيها على اصولها حقيقي. حبيبتي تسلمي ايديكي، تسلم ايديكي. شكرا ليكي مدام سوريا، سعيده بسماع صوت حضرتك. هي دي عظيمة، النظافة كلها الله يخليك وكل حاجة حلوة بتعملها لنا. حبيبتي تسلميلي مدام سوريا، شهادة على راسي من فوق والله بجد. مش عارفة أشكرك إزاي يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي، لأن أنا فعلا بقرف قوي من حكاية الكبد والحاجات دي، يمكن أكلها بره. صح، مش عارفة غسلوها إزاي، ما عملوا إيه. صحيح، تسلميلي، طريقتك عجبتني قوي حبيبتي. ربنا يخليكي مدام سوريا، شهادة حضرتك على راسي والله، تسلميلي. وخليكي سعيدة بسماع صوتك جدا جدا. وأنا مبسوطة إني بكلمك وبشوفك يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. آمين حضرتك، تسلمي لي. آمين حبيبتي لينا ولحضرتك يا رب دايما. تسلمي مدام سوريا، أسعدتيني بمكالمتك جدا، بشكرك. أنا طبعا يعني بسعد جدا بسماع صوت حبايبي بجد، وميرسي إنه حضرتك بتحاولي وبتتعبي معانا عبال ما توصلي لنا عشان تكلمينا من أستراليا. بجد تحية لحضرتك ولكل أسرتك بجد. هبدأ أول حاجة، خلي البصل جنبي كده، وهخلي شوية الزبدة دول، وهاخد الزيت. بسم الله. أنا نقعت الفريك طبعا لو جايبينه من بره، هنعمل كالآتي، هناخده يعني ممكن ننخله او كنا بننقيه لو في اي حاجه كده مش مظبوطه، لو احنا مش جايبينه اكياس، جايبينه من عطار مثلا. وبعدين هبدا اشطفه وانقعه زي ما احنا ناقعينه كده قدام حضراتكم، شايفين ازاي؟ طيب ليه فوائد كتير وهنتكلم عنها دلوقتي. عايزه اقول لكم هو من الحاجات المفيده جدا. تعالوا بس الاول اعمل الخطوه دي وبعدين نحكي عن الفوائد بتاعته ايه باستفاضه كده مع حضراتكم. هاخد الاول معلقتين كده صغيرين من الزبده، بسم الله، بس اتنين كده يدوا طعم حلو كانهم محل المعلقه اللي من او السمنه البلدي زي ما انتم حابين. وهاخد البصل اول حاجه اشوحه حلو. تعالوا بقى ايه نشوح البصل ده، في هنا بس واحده قشريه نشيلها، وتعالوا بينا ناخد رشه ملح وفلفل عشان نساعد البصل ده ايه يعني يتحمص شويه كده. عايزه اقول لكم البصل ده كمان فيه مضادات اكسده بتحمي القلب، ومفيد جدا، بيعالج الزكام، بيقلل نسبه السكر في الدم، وبيحمي من الكانسر،
وبيحسن الهضم جدا، ومهم جدا للنقرس، الناس اللي عندهم نقرس مفيد ليهم قوي. تشوح بس طبعا ما نكترش، ان في ناس بتتعب منه، بيتعبهم، بيعمل لهم حموضه، بيعمل لهم غثيان ساعات. يعني برضو المعتدل هو احلى حاجه في الدنيا. انا خدت رشه ملح وفلفل كده، وهاخد برضو رشه من القرفه مع البصلايه. بحب طعم البصلايه قوي. ليه بقى؟ لان البصلايه لما بتطعم بتدي طعم للاكل كله في وسط الاكل. بصوا كده، القرفة دي رهيبة وجميلة وفوائدها كتيرة، بتدي طاقة للجسم، بتحمي من الألزهايمر مع الوقت بس طرد باعتدال، يعني بتحرق الدهون كويس للناس اللي بتحبها، بس طبعا مش بكثير لأن في ناس بتتعب منها وبتعلي الضغط، فنخلي بقى نعمل توازن. هاخد رشة من جوزة الطيب، هنا عندي واحدة مفتوحة، ممكن اخد كده رشة هنا بسيطة. وبعدين هنحكي بقى عن الايه الفريك بتاعنا الجميل ده، بس الاول اشوح كده البصلايه. حلو، طبعا هصفي الفريك ده وهنزله مع البصله يتشوح هو كمان تشويحه حلوه قوي، زي كاني بحمصه عشان ياخد الطعم والريحه الحلوه دي. وطبعا هنزل بس الاول نسبه خضار، لان الخضار انا عايزه اطعمه مع البصله، لان انا هحط مع الفريك ده شويه خضار مشكل زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه بسله، شويه جزر، شويه فاصوليا. ندعم بقى بشويه خضار كمان مفيد عشان ايه تبقى الدنيا جميله. وجبه حقيقي جميله جدا، بقالنا كتير مش بناكلها، ونحاول ندخلها في ثقافه الاكل بتاعنا مع الولاد بالذات، عشان الولاد في حاجات كتير مش متعودين عليها. عايزين بقى نبدا ندعم صحتهم عشان ما نبقاش بنتعرض يعني ايه اللي بيتعرضوا للسمنه والتعب والسكر. الولاد دول نحاول نراعيهم شويه، هما في الاساس هيكبروا هيبقوا شباب او هيبداوا في سن المراهقه، هيبقى الدنيا معاهم حبايبي، عايزاها تبقى مظبوطه وحلوه، ما يبقاش في حد فيهم متضايق. هاخد بس رشه ملح بسيطه قوي عشان اطعم الخضار اللي انا حطيته، بما اني اضفت حاجه زياده. هنقلب كده تقليبه حلوه، واحنا زي ما قلت لحضراتكم حطيت الاول زيت ومعلقه زبده، شوحنا فيهم البصل، وحطيت رشه من القرفه، رشه من جوزه الطيب نطعم البصلايه، وبدانا ننزل الخضار. ومعانا مدام منال، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بحضرتك مدام منال. منوره دايما كده ومتالقه دايما يا شيف عظيمه. ربنا يسعد قلبك يا رب، منور بوجودكم ومتابعتكم. وتسلم ايديكي فعلا على الفريك الجميل ده حبيبتي. احنا ناسيين الفريك ده خالص يا حبيبتي. بننساه. يعني احنا ما بنفتكرهوش غير مثلا في المناسبات، عشان بس انا اعرف بس ان هو للحمام فقط. ايوه صح، او برام. اللي انت عملتيها دي جميله، وحتى تنفع حتى اللي عايزين يعملوا رجيم شويه. تنفعهم قوي، تنفع كلنا كلنا. اي حد عشان يحافظ على صحته بس يا مدام منال. بامانه تسلم ايدك فعلا. سلامي. فعلا انا حبيبتي. هجربها حبيبتي، جربي وقولي لي رايك. لا بصي، انا ما جربت المربى بتاعت الفسيخ مش شربات. يا رب سعدتهم والله العظيم، هعملها لهم تاني يا حبيبتي. كتر خيرك، ربنا يكبر بخاطرك. والله شكرا ليكي. كمان مخلي المانجا بس خايفه شويه. ما تخافيش، هي بصي جربي منجايه واحده كبيره كده تكون زبديه خضراء، جربي في واحده واحده بس. هتقعد قد ايه شيف عظيم؟ هتقعد لك اسبوع اسبوع، 10 ايام ماكسيموم هتاكليها بقى، جربي وقولي لي. خلاص ماشي، انا هجربها في الميه. من غير في الزيوت زي ما انت عملتيها بس كده. قولي لي راي حضرتك فيها ايه. خلاص يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك. صباحك رضا من رب العالمين يا فندم، نورتيني وشرفتيني. تسلمي يا مدام منال، كلك ذوق. طيب الفريك بقى، بصوا هبدا اضيف هنا الفريك، انا بس عايز اصفي شويه الميه دول بعد اذنكم. بسم الله. الفريك ده رائع، عايزه اقول لكم بقى كمان الفريك البلدي مفيش اجمل منه، اللي بيبقى مخضر ده سنه ده، اللي يعني عند بقى امهاتنا واهالينا بقى اللي في الارياف، هو ده الاصلي بقى حقيقي. مفيش زي الفرن البلدي اللي بيعملوا لنا فيه الفريك، ولا الحمام بتاعهم اللي بيعملوه بالفريك. سبحان الله، ليه طعم كده من عندهم، من عند ربنا رائع. بصوا بقى الفريك ده نسبه الياف غالي، يعني غنيه جدا، بيدي نسبه الياف عاليه، وسعراته الحراريه رائعه، وبيحمي القلب لانه فيه نسبه بوتاسيوم، وبيعالج ضغط الدم المرتفع، وبيظبط مستوى السكر في الدم. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها مشاكل في الامساك لانه فيه نسبه الياف عاليه فبيساعدهم جدا. يعني بصوا حاجات كده مهمله لكن مهمه افتقدناها يمكن مع ايه، مع التطور
بناكلها. بعض الناس بتعمل منها بعض الوصفات القليلة، لكن بصوا كده احنا برضو مش عايزين يعني كل شيء معتدل جميل. لما نعمل مرة رز مرة فريك كل أسبوعين مرة هيبقى روعة. بصوا لازم بقى أسيبه شوية، معلش أنا هسيبه شوية يتشوح وهنطلع الاستراحة، بس الرشة بس بسيطة نقطة كده من القرفة، وهحط رشة الملح والفلفل. عايزين تسقوا بمرق مفيش مشكلة، عايزين تسقوا حضراتكم بمرق، عندكم مرق خضار أو مرق دجاج أو مرق لحم برضو هيبقى روعة. خلينا بس نحمصه كده تحميصة، أنا هشتغل فيه كده تحميصة حلوة لحد ما نطلع استراحة بعد إذن حضراتكم، ونرجع مرة تانية بعد الاستراحة نستكمل مع بعض الوصفة الحلو إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي بقى هنبص بص على الفريك أول ما يبدأ يغلي. خلوا بالكم الفريك ما بيحتاجش مية كتير، بصوا كده أهو بدأ يغلي، هنهدي النار عليه وهنسيبه يتشرب. وهنبدأ يعني أنا سقيته بمرق، المية مش كتير، شايفين الفريك قريب. هنبدأ بقى إن إيه نسيبه كده يهدى وبعدين يتشرب ونبدأ نقدمه مع بعض. طيب دلوقتي هنعمل كيك لطيفة جدا حقيقة ظريفة ومختلفة. تعالوا كده نشوف كيك السنيكرز. كيك السنيكرز ده يعني نوع من أنواع الشوكولاتات بتتباع، الولاد بيجيبوها بتبقى غالية شوية، فيها طبقة كراميل وفيها فول سوداني وفيها طبقة شوكولاتة. يعني ممكن نعمل زيها في البيت بطريقة لطيفة بكيك بسيط ينفع. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. عندي كيك السنيكرز، عندي طبقه الكيك، كوبايه الا ربع من اللبن، عندي عصره ليمون، عندي نص كوبايه من الزيت، ثلاث بيضات، رشه من الفانيليا، وكوبايه سكر، كوبايه ونص دقيق، حوالي معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وربع كوبايه من الكاكاو الخام. طيب دي طبقه الكيك. عندي طبقه للكراميل، صوص الكراميل. تعالوا نشوف هي عبارة عن ايه. عندي كوباية وربع من السكر، ممكن تبقى كوباية لو انتوا حابين، وتبقى كوباية تبقى هتبقى نص كوباية مية لو عايزين تقللوا نسبة السكر هنقلل نسبة المية برضو. عندي كوبايتين من اللبن، وعندي معلقتين كبار من النشا، ربع كوباية من الزبدة يعني حوالي 3 معالق أو 3 مكعبات بس، عندي رشة ملح، وعندي كوبايتين من الفول السوداني المحمص، مجروش، عايزين تسيبوه كده تحسوا بيه ماشي براحة حضراتكم. أنا إيه أنا يعني هسيبه لهم هنا يجرشوهولي شوية يكسروه عشان يبقى لطيف. طيب هبدأ كده بسم الله نشتغل. أول حاجة إيه، خلوني أحط مع حضراتكم السكر اللي إحنا هنحرقه للكراميل عشان يبدا يسكر معانا ويبقى جميل. اهو انا احط كوبايه واحده كفايه، وايه ونبدا نشتغل هنا في خليط الكيك. انا هضرب كل الخليط ده غالبا في الايه بسم الله في الخلاط عشان يبقى الخليط جميل. طيب هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا بقى ايه نهدي هنا عشان ما يتحرقش مننا، لان لما بيزيد اللون ويغمق بيمرر وانا مش عايزاه يمرر. سباتولا كده بسيطه ما تبقاش ريحتها ولا طعمها من الاكل ولا حاجه. اهو كده شايفين ازاي لحد ما تتكرمل، وهقول لكم هنعمل ايه بس يتكرمل كله ياخد نفس اللون. خلاص كده، وتعالوا بقى هنحط هنا في الخلاط البيض، خليط كيك عادي جدا بسم الله، الفانيليا، وعندي السكر، ممكن تقللوا نسبة السكر اللي هنا خالص وما تحطوش سكر في الكيك أصلا، وتكتفوا بالطبقة بس اللي هنحطها من الكراميل اللي احنا هنعمله مع حضراتكم دلوقتي. خلاص؟ شايفين ازاي؟ وهناخد الزيت، عصير ليمون، وعندي لبن، انتوا حاطين الدقيق فين يا حبايبي؟ كده في كوبايه ونص دقيق، ايوه فين حاطين؟ اوكي ماشي تمام، تسلم ايديكم. الأول هنحط بس الحاجات دي وهنخلط على الدقيق المكونات الجاف حالا دلوقتي، اللي هي بصوا بقى الكراميل هنا ده ازاي شايفين ما يبقاش فيه اي تكتلات. خلاص هضيف الأول
شويه. خليني احط الزبده الاول. خلاص الزبده الاول. طبعا النشا هما المعلقتين اللي بيتقلوا معايا الصوص، تخلوه زي ما انتوا حابين اهو كده. المفروض احط الميه الاول كمان، هتلاقوا ده نشف. وهيبدا يسيح معانا برضو عادي. بسم الله اهو، ما تقلقوش. بصوا بيتكتل كده، ده شيء طبيعي، وبعدين يبدا يسيح. بس خلوا بالكم قوي عشان اللسع بتاعه ما بيبقاش حلو. بصوا، وانا حبيت احط الزبده ليه بقى؟ عشان يسهل عليا اقلبه. لما بحطش الزبده الاول احطها بعدين، هتلاقوا تيجوا تقلبوا الخليط ما يبقاش لين كده، ما يبقاش سهل تقلبوه، هيبقى ناشف قوي ومحجر، ومش هتبقوا عارفين تقلبوه بشكل حلو. هنزل معاهم كمان اللبن عشان يفك كويس مره واحده عشان الوقت. اهو بصوا كده، كل ده هيدوب، ما تقلقوش، خليكوا بس انتوا معاها وهيدوب وهيبقى جميل كده. كل ده هيدوب، دول كوبايتين لبن مظبوطين. خلاص لما هياخد اللون اللطيف ده، سيبوه بس شويه كده يغلي غلوه ونمسح حواليه، وهنبدا نضرب خليط الكيك ده. المكونات السائله كلها مع بعض سهله جدا، وهنجمع المكونات الجافه كلها مع بعض. وهنا بصوا الفريك بدا اهو، اوري حضراتكم ممكن كده بشوكه اهو اهو، هيبدا يتشرب. هسيبه لكم شويه لو عايزين. طيب هنخلط بقى الخليط ده هنا، بسم الله، ونضربه سوا. تمام، تسلم ايديكم. خلاص هنضرب الخليط السائل مع بعض خلطه كويسه، وبعدين هنحط الكاكاو مع البيكنج باودر مع الدقيق مع رشه الملح، وهنقلب. وهنا كمان هنقلب الخليط الحلو ده لحد ما يدوب تماما الكراميل. خلينا بقى نزود شويه، خلاص النار كده تمام عشان يدوب على طول. شوفوا كله داب ما عدا القطعه دي هتدوب دلوقتي، وهنجهز لحد ما الخليط يبيض ويفتح. هيديكوا فوم كمان اكتر من كده، بس انا عشان وقت حضراتكم اضربوه لما هيتضاعف شويه حلوين. وبعدين هنجيب بوله اهي، هنصب فيها الخليط اللي احنا حطيناه السائل ده، بسم الله، وهنضيف عليه الخليط الجاف اهو، بسم الله، وهنقلب كيك عادي خالص بسيط جدا بالشوكولاته الاسباتيولا كده. وهنا ادي الكراميل بدا يسيح بعد ما حطينا عليه اللبن والميه، وبدانا ايه، احنا بنكتر الخليط عشان انا عايزه اسقي الكيك ده بيه. اوكي طيب، هقلب بقى تقليبه حلوه كده بالاسباتيولا خليط الكيك كده لحد ما يختلط تماما. وعندي بايركس هدهنه زبده او هحط فيه ورق خبز من تحت لحد ما ايه، يعني امنع بس التصاق الكيك عشان ما تتحرقش. عايزين تبطنوها بالكاكاو، بما انها كيك شوكولاته تحطوا زبده او زيت وبعدين تبطنوا بالدقيق، مفيش مشكله خالص. انا هعمل كده على خفيف عشان ما ابوظش الدنيا، اقلب بس تختلط من تحت الخليط كده على خفيف، وعشان ايه نقلبها حلو. بصوا كده هنعمل كده. طبعا الكيك ده يخش الفرن حراره 180، هيطلع كيك عادي خالص. بعد ما يطلع كيك عادي هروح صب عليه خليط الكراميل. بصوا بيغلي ازاي، اللي انا هضيف عليه كمان معلقتين النشا المتبقيين علشان اديله سماكه، ومش سماكه كتير، احنا هنضيف كمان فيه الفول السوداني، فلازم ما يبقاش تخين قوي عشان الكيك تتشربه. بصوا كده ادي خليط الكيك، شوفوا جميل ازاي، كيك بالشوكولاته روعه اهو. يلا بينا نجيب بقى البايركس
وهندهن دهنه كده من الزيت. دي كانت قطعه زبده، بصوا بقى ممكن اعمل كده كده، وهصب الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتطلع مرتفعه قوي علشان انا مش عايزاها تبقى كبيره، انا عايزه اقطع منها قطع جميله كده حلوه اهي. ريحه الكيك ده لوحده كفايه، ده كيك شوكولاته ناجح جدا. طيب هندخله بقى الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، واول ما يطلع بعد ما يهدى شويه هروح ايه ضايفه عليه الخليط ده سخن اهو، هيبقى شكله زي ما حضراتكم شايفين بعد ما هنضيف الطبقه الجميله بتاعه الايه الكراميل. انا دلوقتي هتخن الصوص بتاع الكراميل اهو، شايفين ده ازاي؟ شايفين الكراميل خلاص ما بقاش فيه اي بواقي. بصوا الكيك جميله ازاي. تعالوا بقى نضيف هنا شويه ميه على النشا. بسم الله، ونقلبهم تقليبه حلوه عشان ايه نتقل الخليط بتاعنا ده ونحط فيه السوداني اهو. بصوا كده ماشي اوكي اهو، ازود بس شويه ميه كمان. اهو بصوا بقى هيتخن ويتقل ازاي وهيبقى رائع. هنحط بقى فيه صوص، يا سلام. تقدروا بقى تحطوا الصوص ده كمان على براونز، على اي كيك عادي عندكم. بصوا دوبته تماما عشان يدوب كويس قوي النشا، لازم على لبن او ميه ساقعه كده عشان ما يبقاش فيه بس اي تكتلات. وهنبدا نضيف على خليط الكراميل شويه. بصوا شويه كده، شايفين ازاي تقل ازاي شويه، انا مش عايزه اتقله قوي. ماشي شايفين، معلش هرفع من على النار هنا، شايفين ازاي. نقطة كمان، مش عايزين كتير عشان ما يتقلش قوي. هنقلب كده، وهجيب السوداني هنحط فيه شوية المحمص، وهنصب اهو. شايفين ازاي كل بقى الخليط القمر ده اول ما تطلع الكيك هنصبه عليها وهي سخنه عشان تتشربها كويس جدا. خليني ابص كده بص على الفريك، خلاص اهو على وشك خلاص، والخضار كمان استوى ريحته روعه. بصوا و اتمنى يا رب يعني انه ايه الوصفات النهارده، الصوص ده عبقري عبقري وينفع مع اي حاجه حضراتكم حابينها، لانه من الصوصات يعني المحترمه جدا. ممكن بقى احطه كده شويه على النار، يعني بس احط نقطه كمان هوريكم القوام، بس خلوا بالكم بيتقل بعد اهو كده. بقى احنا خلاص خلصنا، وهنستسمح حضراتكم لو اتبقى منكم شويه من الصوص ده احتفظوا بيه في الثلاجه، يقدر يسخن في المايكرويف، تستخدموه مع اي حاجه ثانيه انتوا عاوزينها. كيك ده كيك رائع وجميل. اسمحوا لنا بقى دلوقتي احنا طبعا هنروح للفقره الطبيه، وهنبدا نتكلم عن موضوع مهم جدا حضراتكم سالتونا عليه، ان شاء الله هتلاقوا اجوبته مع دكتور ريهام الحياوي اللي هتنورني وتشرفني في الحلقه ان شاء الله، وكل اسئله حضراتكم اللي انتوا طالبينها. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونستكمل مع الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.